فين يا حاج؟ بقول لك رايح فين يا حاج؟ انت مين ولد؟ انت اللي مين؟ انا الحاج محمد. ليه؟ ما تعرفنيش؟ لا مؤاخذة يا حاج، احنا ما نعرفش حد الا خيري بيه. خيري بيه؟ وانت مين؟ انت اسئلتك كتير يا حاج. انا الحاج محمد ابو دياب. رد على سؤال، انت مين؟ انت باين عليك يا حاج ما وراكش شغل، واحنا عندنا شغل كتير. انت اتدبيتها راجل انت؟ ده الحاج صاحب الشغل. وانت صاحب الشغل خيري بيه. يلا يا مناح. يلا كده يا حاج. هترجع صح؟ اوامر خيري بيه. واحنا لازم نقوله حاضر. خير يا محمد؟ ولادي بيجوا قبالي يا احمد ورفعوا عينهم فيه. سيسهم وهودهم؟ خلاص ما ينفعش. ليه؟ خيري مش العمال بتوع البلد، وانا لو طلع اللي جواي هموته. وحد الله لا اله الا الله. عايزك جنبي عشان ما اعملش حاجه انت ما عليها. وناوي على ايه؟ بكره الصبح بدري تيجي المنظره، عاوزك تبقى شاهد. هتتفقوا على مين تاني؟ عيب يا زهره، سلمي على عمك زين. ماليش لا عم ولا ابو. جرالكم مين؟ جلالكم ايه كلكم؟ الغالية خلاص راحت، ولو ما رجعتش يبقى ماليش حد. تمام يا اسطى. خليك في عربيتك، ولما خبط لك بالعصاية افتح القلاب. ماشي يا حبيبي. ايه اللي موقف العربية دي هنا؟ مش تقول صباح الخير الأول؟ صباح النور يا حاج. حد يرد علي، ايه اللي موقف العربية دي هنا؟ أنا يا ولدي فيها شوية حطب عشان أتدفى بيهم. الدنيا برد والقاعدة عاوزة دفى. ماشي خيري. امبارح رحت المحجر لقيت في ناس غريبة. دول رجال أجيبهم أنا، بتوع البلد خرعيين مش كفوا للشغل. واضح إنهم كويسين، بس دول منعوني من دخول المحجر وما عرفونيش حتى. منبه عليهم ما يدخلوش حد غريب، بس هم اللي عرفوا حضرتك طبعا كانوا دخلوك على طول. معلش يا حاج، غلطة تانية دي. تصدق يا خيري ان دي اول مرة حد يمنع رجلي من دخول المحجر؟ تصدقها؟ تعبت كثير قبل كده يا حاج. السلام عليكم.
تستنى عشان تشوف الحظ. رجالتك يا خير اللي منعوني من دخول المحجر. ده شغل. شغل مين يا ولد كاملة؟ اللي جالي محمد ابو دياب ما تخشوش. ايه يا حاج؟ هتضربني ولا ايه؟ مين اللي خليني اعاود بيتي واقعد فيه زي العوض ميه؟ انا خليت الشغل احسن من الاول. بسببي انا انت جيت الدنيا. وبسببي برضه هتطلع بلا. يا حد هتموتني ولا ايه؟ انا حر اموتك اعجزك. انا حر. ابو هيربي ولده وموته ما حدش هيستغربها. لكن انت تموتني وانا عايش وعاوز تمشي كلامك عليا؟ انت هتاخد زمنك وزمن خيرك. انت بتوكلني؟ بتوكلني؟ ما لو كنت فقير ولا ضعيف كنت ايه؟ ضربتني؟ رميتني برا الباب؟ رحت على ابوك؟ ولدي مش ولد حرام. هكسر فيك لحد ما اعرف الشيطان النجس ساكن في اي حته في عظمك. كفايه عاد كفايه عاد كفايه عاد كفايه. كفايه يا محمد. شفت عند اخوك يا راجل؟ كفايه. سيبني اموت. كفايه يا راجل. تتجوز ما تتجوز انت حر في روحك. لكن مرتك اتسلطت على ولدي هيكون اخر يوم في عمره يا محمد، فاهم؟ ولدي كسرتهولي، وانت لو نزلت المنظره تاني من غير اذن هكسر رجليك. اطلعي. قلتك اطلعي. بالراحة يا محمد على عيالك. تقول ايه لي راجل قلبه قاسي؟ انا عارف ان قلبك مش قاسي، لكن برضو بالراحة عليهم وعلى نفسك. هما لسه شافوا حاجة؟ هو الجواز هيحنن القلب ولا يقسيه؟ انت كمان هتكون جواز. حماد جودة انت فاكرني؟ انت فاكرني عيل صغير؟ ها هتشوف اللي انت ضربته ده هيعمل فيك ايه؟ ايه ده؟ خيري اخوكم الكبير من اللحظة دي انا رجعت المنظرة ومش هروح القديمة غير عنهم بس. وانتوا طالعين تقولوا احنا طالعين، وانتوا داخلين تقولوا احنا داخلين. خلاص ما بقاش ورايا غيركم. تحت امرك يا حاج. وانت تروح تقرا الفتحة مع ابو زكي كانك يتيم من غير ابوك؟ يا ابوي ما انا لقيتك مشغول. تروح تقول لهم ابويا مش موافق وما اقدرش اعمل حاجة بلاه وتاخد صورة؟ يدور لك على حتة تانية تعيش فيها. غوره.